والوفاء كلنا معينا
بركتي قبولا وحلا وشافا يا رب العالمين. اللهم ان الفرد الجاهز المقصى هذه العظمى واصحابه اخيار ان تكفر عن الذنوب والاخطار وجرنا من المخاوف والاخطار وتكفل من الاسلام يسير اعمالنا بالسر والانكار. وغفرنا لمدركنا انك العفو والغفار يا رب العالمين. اللهم اجعل دمعنا هذا جمعا مرحوما تبركنا من بعده تبركا معصوما كلا وفينا ولا منا ولا معنا شقيا حتى نلقاك وانت راض عنا لقد ما قدمنا من يسير اعمالنا في السر والاجرام. اللهم عافنا من بلائك وارزقنا في بقائك واجعل خير ايامنا واسعدها يوم لقائك. حتى نلقاك وانت راض عنا يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك العالمين لنا ولوالدينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. تكبر الله ذلك من جميع من المخاتم وصلنا إلى أكرم قلبنا جنة النعيم أعفاك عن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسائل المطلوب ويجعل العار ونصيبنا خير ما يتقبل من الجميع. هل هذا إلى الوجه سارع ومنزلك كمحمد أيضا عليه ووصوله ربو علما الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. هل فات إلى سيدنا محمد ونتبه إلى سيدنا الشيخ عمر بن الخطاب عبد الرحمن السقاف ووصوله وروعه من الضائع بدرجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. هل فات إلى رشد للشيخ عمر بن عمار وإخوان الرسول المفروض أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويزيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. هل فات إلى رواتب وساداتنا أهل أبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. هل فات عن المصلي الموجد العظيم النبي الكريم أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. الفاتحة من كان سببا لهذا الجمع عظيم الله
يكمل أحوالهم ويقوم بعملهم ويعطيهم مطلوبهم في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. الجهاد على الله يكمل أحوالهم ويقوم بعملهم ويطلبهم في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. الجهاد على من كان سببا لذلك ويعظم الله يكمل أحوالهم ويقوم بعملهم ويطلبهم في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. الفهد على الحجاج المسافرين وهداهم جاهدين من كل فرد القعر وجوه اجمعين ان الله سبحانه ويعافي الدنيا وطارئا فاعدى قضاء طارئ سالمين والدين محفوظين في خير ولطف وعافيه. الفهد عن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويقرر على المسلمين ويغفي أسعارهم ويوزر أمطارهم ويكفي أمراضهم وسكراتهم ويكفي شر الفتن عن ما ظهر منها وما بطن. ولنا ولكم يا حاضرون الله بكل خير إنه منزول على محفوظ الله ورسوله ويختم لنا ولكم بالحسنى وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين السائدين المقبولين يا شيخ وأن يعينوا علينا وعليكم سليما بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذا الجلال والإكرام راضين ويصافدين جميع ويرضى بهم وقول لنا خير مصيبين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا الله يجزاهم بالمغفرة والرحمة ويسكنهم الجنة وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حلو حلو زين نسير. اللهم صل وسلم.